هكذا كانت تبدو جامعة سيدة الويزي مع استعداد طلابها للانتخابات الطالبية يوم الجمعة، لكن أمام كلية الهندسة وفيما كان طلاب السوشيال كلاب يعلقون يافطة انتخابية، حصل تلاسن بين طلاب حزب القوات والتيار الوطني الحر. شباب السوشيال كل واحد يروح أصفوفه وبعد ما أشتغل وبعد شيء. وفي أقل من ربع ساعة تطور الإشكال في باحة الجامعة، مشهد ربما يعكس الجو الحقيقي للانتخابات في الأنديو. انا ما حنتخب حدا، بالعكس جاي اتعلم بالجامعه، يعني ليه كيف عم يعمل؟ اذا بتطلع عليهم ما حدا بيستحق يعني تعمل مشكل كرماله، يعني ولا سياسه ولا شيء. انا صراحه مش مع حدا، ما بنتخب، افضل شيء بالنسبه للجامعه. انتم شايفين قدامنا الخبيط اللي عم يصير، بس انه عادي ما بعرف. انا صراحة جاي اتعلم، انا اخر هم. إدارة جامعة سيدة الويزي دانت الإشكال وأسفت لما جرى من شغب، مؤكدة القيام بالتحقيقات اللازمة لكشف مسببيه، معلنة إلغاء العملية الانتخابية، خطوة اعتبرتها مصلحة الطلاب في حزب الكتائب قمعا واجتزاء للحرية يجب العودة عنها. لكن ما قيمة إجراء انتخابات إن كان الطلاب لم يتعلموا الحوار؟ كيف بإمكان جامعيين يفترض أن يشكلوا مستقبل لبنان وهم وبسبب خلافات السياسيين يفضلون لغة العنف؟